السلام عليكم أعزائي الطلبة، اليوم راح نتكلم حول الأنتيبايوتكس اللي هي جزء أساسي من عملكم كأطباء أسنان بالفارماكولوجي. وبداية لازم نعرف الفرق ما بين الأنتيبايوتكس والأنتيبكتيريال. الأنتيبايوتكس هي that it's any chemical substance that kill or suppress the growth of bacteria, fungi and parasites. While the antibacterial focused on the killing or suppressing the bacteria only. يعني الانتيبايوتيك مصطلح شامل أوسع من الانتيبكتيريال، يشمل الأدوية والمواد اللي تقضي على البكتيريا والفنجاي والباراسايت، لكن الانتيبكتيريال من اسمه هو خاص بالبكتيريا. بالمصطلحات الشائعة طبيا الانتيبايوتيك نقصد به الانتيبكتيريال. يعني لما نتكلم عن patient وأقول لك أصف له اكتب له انتيبايوتيك، فأني أعني بالأساس الانتيبكتيريال. إذا أريد أقول أنطي انتيفانجل ما راح أقول لك أنطي انتيبايوتيك، راح أحدد أقول أنطي انتيفانجل. فأكو فرق ما بين المعنى الأصلي لكلمة antibiotic والمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي يعني نقصد به المعنى الشائع المتداول، إنه الانتيبايوتيك نقصد به الانتيبكتيريال. الانتيبايوتيك ريزيستنس خلوا جواها هذه أكثر من خط، لأنه مسألة مهمة جدا ومسألة صراحة مصيرية بالنسبة للجنس البشري، لأنه تطور البكتيريا المستمر راح يؤدي في يوم ما إلى فقدان جميع الأنتيبايوتيك القدرة على مكافحة هذه البكتيريا، ويكون القضاء عليها صعب والسيطرة على الديزيز أيضا راح يكون صعب جدا. The antibiotic sensitivity of bacteria found within the oral cavity is gradually decreasing. يعني فعالية الأنتيبايوتيك اللي هي sensitivity of the bacteria، فعالية الانتيبايوتيك it's gradually decreasing and a growing number of resistant strains is detected. اكو ريزيستنس عالية جدا خصوصا للأدوية الفعالة عندنا في طب الأسنان اللي هي الماكروليت، البانسلين والكليندامايسين. شنو سبب حدوث الريزيستنس؟ الأسباب كثيرة، وأهم أسبابه هو abuse of antibiotic. The wrong use, the abuse يعني inappropriate use of antibiotic. إنه الكل يأخذ antibiotic بدون الحاجة لها. أحيانا أصبحت مسألة روتينية إنه أي إنفلونزا، أي قحة، أي وجع بالأسنان، أي الإنسان يعني يأخذ أنتيبايتك يا أما من ذاته أو يذهب إلى أي صيدلية ينطي أنتيبايتك أيضا بدون الحاجة إلها. وأيضا نحمل مسؤولية الأطباء الأسنان، يتحملون مسؤولية ظهور الريزيستنس خصوصا بالمجتمعات اللي مثل مجتمعنا المجتمع العراقي اللي هي صرف الأدوية متاح للجميع. الصيدلاني يتحمل دور وطبيب الأسنان يتحمل دور في وصف الأنتيبايوتيك الكثير، وكل ما احنا ننطي للجسم أنتيبايوتيك كل ما البكتيريا تتعرض إلى هذا الأنتيبايوتيك وتطور وسائل دفاع ضد الدراج. هذا هو المقصود بالريزيستنس، إنه البكتيريا احنا كل ما ننطيها تعرض أكثر للأنتيبايوتيك هي باستطاعتها إنه شنو طور دفاعات. resistance means for these drugs. المشكلة انه بعض الاحيان تطلع لنا ادوية فعالة جدا جديدة تكتشف حديثا تطور حديثا، مثل بعض السيفالوسبورينز اللي بالفترات الاخيرة اجت generations يعني قوية وتشتغل على wide range of bacteria and microorganisms، لكن استخدامها السيء يؤدي إلى بالتدريج فقدان دورها في القضاء على هذه البكتيريا. لذلك حتى بعض الأطباء الملتزمين بهذه المسألة يقول لك هذا الدواء لا تأخذه، حاول تأخذ الأدوية الأبسط من عنده.
ما نريد نخسر هذا الدواء مثل ما خسرنا غيره. زين، حاول تستخدم الأدوية المتاحة وتعيف هذا كخط الدفاع الأخير، إنه خلي هذا الدواء الجديد هذا خليه خط الصد الأخير، إذا فشلت كل الأدوية إنه ننتقل إلى هذا الدواء حتى ما نعرض البكتيريا قدر الإمكان، ما نعرض البكتيريا إلى هذا النوع من الأنتيبيوتيك وتسبب بعد ذلك resistance to the سدراج. إذن هذا دور طبيب الأسنان والصيدلي والإنسان العادي أيضا في تقليل الأنتيبيوتيك resistance. The antibiotic prescription is empirical. Empirical معناته تجريبي، وهذا يعني أن the clinician does not know what microorganism is responsible for the infection, since pus or exudate cultures are not commonly made. أنت ما تعرف شنو البكتيريا اللي قاعد تواجهها بالدنتال انفكشن والاورال انفكشن، فتنطي انتبايوتيك اللي اثبتت البحوث فعاليته في هذا المكان بشكل تجريبي، انه احتماليه حدوث العلاج تكون عاليه لما استخدم الدواء الفلاني، فتسمى empirical. A broad range of microorganisms or organisms can be isolated from the oral cavity. طبعا الاورال فلورا اللي هي البكتيريا اللي تعيش بشكل طبيعي بالماوث ممكن توصل الى 700 species، يعني عدد هائل من انواع البكتيريا اللي هي تكون normal flora بالاورال كافيتي، لكن هذه ممكن بعضها يتحول الى pathogenic bacteria في حالات الاوبورتونستيك infection. بعض الأحيان يحصل عندي interaction. There are many potential interactions between these two drugs اللي هي الـ antibiotic and the non-steroidal anti-inflammatory. The most common situation being a non-steroidal anti-inflammatory mediated reduction of antibiotic bioavailability. احنا دائما لما ننطي انتبايتك ننطي اياها انالجيسك، لانه البيشنت عنده الم، عنده دنتال انفكشن فعنده الم، فاغلب الاحيان لما نكتب انتبايتك نكتب وياها انالجيسكس. الانالجيسكس عاده هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اللي راح ناخذها في محاضره ان شاء الله مستقله. بعض الاحيان تحصل انتر اكشن، يعني النون ستيرويدال شو تسوي؟ ريديوس the bioavailability of the antibiotic in the body. طبعا راح تقل الفعالية. لكن بعض الأحيان the combination of some drugs such as cephalosporins with ibuprofen or tetracycline with naproxene or diclofenac have been shown to exert the opposite effect and increase in the bioavailability of the antibiotic. هنا راح نستعرض مجموعة من الأنتيبايوتيك اللي تفيدنا عملنا في طب الأسنان اللي ممكن أستخدمها. نمبر 1 عندنا البنسلينز بشكل عام والأموكسيسيلين. البنسلين يعني هي من أقدم أنواع الأنتيبايوتيك المكتشفة من بدايات القرن العشرين، و اتطورت من البنسلين جي إلى البنسلين في إلى الأمبسلين، وبعد ذلك إجا الأموكسيسيلين. الأموكسيسيلين كان في العقود الماضية من أكثر الأدوية فعالية في القضاء على الأورال إنفكشن، لكن في السنوات الأخيرة يعني كثرت حالات الريزيستنس وقلت الفعالية مالته. It is a bactericidal، يعني يقتل البكتيريا. Better oral tolerance, less chances of toxicity. It's a safe drug. يعني إيش قد ما يأخذ من عدة البيشنت هو safe. Few side effects جدا بسيطة. Patient ممكن يصير عدة diarrhea، ممكن يصير عدة simple allergic reaction أحيانا، وأحيانا تكون الألرجي عالية. Most odontogenic infections still respond to this drug. يعني ما زالت تستجيب، لكن أنا الأفضل من عنده هو انطي الاموكسيسيلين زائد كلافيولينات اللي هو الاموكسيكلاف او الاوغمنتين الاسم الاخر له، اللي هو كومبينيشن اوف اموكسيسيلين اند كلافيولينات.
الكلافيولونيت هو ليس انتبايتك آخر يضاف إلى الأموكسيسيلين. الكلافيولونيت هو مادة تقضي على اللاكتاميز إنزيم similar to amoxicillin with additional beta lactamase resistance. يعني البكتيريا، بعض أنواع البكتيريا تفرز إنزيم اللاكتاميز للقضاء على أو تحبيط البنسلين. البنسلين والسيفالوسبوريز لأن يصحوا لها بيتا لاكتام أنتيبايتك. فبعض البكتيريا تفرز، قلنا شنو؟ تفرز اللاكتاميز إنزيم حتى كوسيلة دفاعية ضد البنسلينز البيتا لاكتام أنتيبايتك. فصنعوا الكلافيولونيت هذا يقضي على هذا الإنزيم اللي تفرزه البكتيريا، وبالتالي راح تصبح البكتيريا unresistant to the antibiotic. أوكي؟ فنكتب إحنا أوغمنتين للpatient مرتين باليوم إذا كانت الجرعة عالية، أو ثلاث مرات باليوم إذا كانت الجرعة طبيعية، ويستمر عليه تقريبا 5 أيام. هذا من العلاجات الواسع استخدامه حاليا والإفكتيف صراحة. بعض البيشنت راح يجي يقول أنا عندي حساسية من البنسلين. زين، إذا كان عنده حساسية من البنسلين أنا أقدر أنطي سيفالوسبوريز، لكن مو كل الحالات. هو كبديل للبنسلين alternative suicidal useful in selective cases of penicillin allergy and have good activity against most oral pathogens, but should not use in cases of patients showing type 1 hypersensitivity to penicillin group of drugs. يعني البيشنت راح يجي يقول انا عندي حساسية بنسلين، احنا لازم نسأل هل انه انت يعني الحساسية تظهر عندك بشكل بسيط، مجرد redness بالسكن، rash, itching, urticaria، أو يعني تحسس بسيط، يصير عندك عطاس، يصير عندك عيونك تدمع أو هكذا، أم أنه لا، إذا كانت type 1 hypersensitivity اللي هي immediate hypersensitivity reaction، patient راح يعاني من laryngeal edema، يعني swelling كبير باللارينج، وليب أوديما الفيس أيضا swelling بالفيس، وهايبوتنشن يصير عنده، شوك ممكن يشوك وممكن تنتهي بالديث، تكون serious condition. بهاي الحالة أنا ما أنطي هذا. إذا كان عنده severe allergy to penicillin ما أنطي سيفالسبونين. ليش؟ السبب because there is 10 to 15% cross allergy between these two drugs. يعني 10 إلى 15% من البيشنت اللي عندهم حساسية إلى البنسلين هما أيضا عندهم حساسية للسيفالوسبورينز. فمن باب الاحتياط إذا كان هو عنده حساسية شديدة للبنسلينز ما أنطي سيفالوسبورينز. الميترونيدازول it's bactericidal active against obligate anaerobes but not no activity against facultative anaerobes like streptococci useful in a stage of abscess formation. يعني الاكتيفيتي مالته تكون للobligate anaerobes يعني مناطق خصوصا الجنجيفايتس والبيرودونتايتس والبيريكورونايتس اللي تكثر بيها الobligate anaerobes بكتيريا، يكون الفلاجيل اللي هو المترونيدازول فعال في هذه الأماكن. نقدر نوصفه يعني فقط وحدة كفلاجيل بدون another drug، أو أحيانا نوصفه مع another antibiotic to cover a wider range of bacteria anaerobic and aerobic bacteria. The clindamycin is bacteriostatic useful in penicillin allergic patients and has a wide spectrum of activity including anaerobes useful in penicillin allergic reaction infection risk of super infection. الكليندامايسين
واللينكومايسين ايضا اخوه. هذا اني يعني effective antibiotics تعطي نتائج حلوه بالاورال انفكشن، مع انه بالسنوات الاخيره ايضا ظهرت العديد من حالات الريزيستنس، لكن اقدر استخدمها انا كالترناتيف للاموكسيسين. اذا ما قدرت انطي اموكسيسين لاي سبب من الاسباب، اقدر استخدمه كالترناتيف، و يعني يفضل انه ننطي اياه فلاجيل، لان ايش كاتب لك ملاحظه بالاخير ريسك of super infection. السوبر انفكشن هو الاوبورتونستيك انفكشن، اوكي، عادة يحصل بالانتستين. شوف البيشنت بياخذ كليندامايسين يصير عنده سيفير دياريا، وممكن يوصل الى حاله خطره انصح لها سودو ممبرينس كولايتس، اللي هي انسلاخ بطانه الامعاء، سودو ممبرينس كولايتس، بسبب السوبر انفكشن، انه بعض البكتيريا يقضى عليها بالانتستين، فيصير مجال للبكتيريا الثانيه انه تنمو اكثر وتصبح باثوجينيك، وتسبب لي دياريا بليدي، طبعا بلودي دياريا، وياها يعني انسلاخ لبطانه الامعاء. هذا هو اسباب السوبر انفكشن. اذا انطينا يا ميترونيدازول راح نقلل من احتماليه حدوث هاي الحاله، لانه يساهم في موازنة البكتيريا في الأمعاء. التتراسايكلين static high concentration achieved in bone and gingival tissue. Topical formulations available for use in periodontology. التتراسايكلين أيضا wide spectrum antibiotic، ولكن هو resistant إلى أصبحت عالية جدا، فاستخدامه orally أصبح قليل. نستخدمه topically بالoral cavity، locally عن طريق يعني انه نقول له افتح الكبسول في جلاس مي ومضمض 4 مرات في اليوم. هذا نقضي على اللوكال بكتيريا لوكالي وليس سيستميكالي. هو والدوكسيسايكلين اخوه زين، ايضا نقدر نستخدمه عن طريق الماوثوش. الامينوغلايكوسايدز يعني استخداماتها بال طب الاسنان قليله، الفعالية مالتها عادة للجرام نيجاتيف بكتيريا، خصوصا باليورينال تراكت انفكشن، لور وابر يورينال تراكت انفكشن، والجي اي تي انفكشن. نعم استخداماتها قليلة. الماكروليدز ايضا افكتيف كانت، خصوصا الارثروميسين نستخدمها بكثرة، وايضا ظهرت الى resistance عالية، rapid antimicrobial resistance develops with these newer antibiotics and so they must be avoided in dental settings when better choices are available. Okay. ما عدا الأزيثروميسين اللي هو يعني أيضا سوء استخدامه بالسنوات الأخيرة أدى إلى ظهور، وهو يعني من الأدوية الحديثة في بالنسبة للماكروليدز مقارنة بالأريثروميسين. نقدر نستخدمه بجرعة واحدة يومية لمدة 3 أيام للأزيثروميسين. فلوروكوينولونز أيضا استخداماتها قليلة في الأورال إنفكشن، زين نقدر نستخدمه فقط في حالة وجود سيفير أليرجي فور بنسلين. هنا راح نتكلم عن شنو الإنديكيشن for antibiotic therapy. شو وقت أنا أنطي antibiotic؟ شو وقت ما أنطي antibiotic؟ ممكن الكثير منكم راح يتفاجأ إنه الحالات اللي ننطي بها antibiotic هي قليلة جدا. يعني نشوف هنا الindication هو وجود fever، وجود systemic symptoms malaise fatigue weakness dizziness rapid respiration local tender lymphadenopathy. هذه indicate sepsis يعني وصول البكتيريا بكتيريميا وسبتسيميا بالبلد. حدوث تريسمس في حالة انه الانفكشن وصل الى المسل سبيس يعني around the jaw، وهذا يسبب لي يعني عدم قدرة المسل على الحركة، تريسمس يصير عندي تريسمس بالفك. والحالات الثلاثة الأخيرة هي prophylaxis،
يعني بعض الحالات الروماتيك هارت ديزيز، ال اتش اي في، الاورجان ترانسبلانتيشن، هذه حالات بروفيلاكسس خاصة، حالات خاصة هذه ننطي بها كوقاية من الانفكشن، اما كعلاج فهذه هي الحالات الثلاث الاولى. نحتاج سيستميك سيمبتومز. اذا كان عندي فقط هذا الجدول الثاني الحالات النوت انديكيتد، اذا كان عندي فقط بين استخدم انالجيسكس، انتي انفلاماتوري، نون ستيرويدال او ستيرويدال. اذا كان عندي اوديما ايضا انتي انفلاماتوري اللي هي ستيرويدال ونون ستيرويدال. ريدنس، هذه كلها علامات الانفلاميشن، بين اوديما، سويلنج، ريدنس، بيرولنس، هذه علامات الانفلاميشن. ريدنس او هيتنس، هوتنس، استخدم انتي انفلاماتوري دروجز. بيرولنس اللي هو التقيح، البس، ريزولفد باي درينج اوف بس ديبريدمنت. ابسس ايضا درينج، احتاج الى ريزولف باي انسجن اند درينج. دريننج ساينس تراكت، يعني اذا كان عندي ساينس بالبون وفاتحه على الاورال كافيتي، ريموفال اوف فوساي اوف انفكشن resolves drainage and sinus tract may heal on its own or may have to be surgically excised. كل أحوال أنا ما احتاجية antibiotic لا بالبلبايتس لا بالأكيوت لا بالكرونيك لا بالأبيكال periodontitis يعني لا بالأبسس formation، كلها 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 ما تحتاج antibiotic. أنا أحتاج يا أما local measures مثل الدرينج أو أحتاج انتي انفلاماتوري اللي هي المسكنات الانرجيسكس او الاسترويدات، فما احتاج اني انطي انتيبايتيك، عكس الشائع الان انه اي بيشنت يشكو من اي الم بالماوث الصيدلاني والكثير من اطباء الاسنان اول شيء يكتبوه بالوصفه هو الانتيبايتيك، وهذا غلط. لازم عنده سيلولايتس على الاقل، انه الانفكشن صاير بـ extension to the adjacent soft tissue، وياها lymphadenitis أو ياها fever وياها malaise، يعني فقدان شهية والإنسان يجي تعبان وضع يعني شكله إنسان تعبان من الانفكشن واصل إلى مرحلة يلا أني أبدي أنطي antibiotic، وممكن أنطي جرعات بسيطة أو جرعات قوية حسب حالته. لكن الحالات الطبيعية يجي إنسان بشكل شوفه طبيعي يعني ما عنده أي systemic symptoms وفقط يعاني من pain أو edema أو redness أو purulent، شوف أنه ما يحتاج antibiotic. هنا البيشنت اللي عندهم liver or kidney disease نستعرض في هذا الجدول أنه بعض الأدوية excreted by kidney وبعضها excreted by liver. فالأدوية excreted by kidney الأفضل إنه أقلل الجرعة للpatient اللي عنده kidney failure، عنده مشكلة بالكدني بحيث يعني malfunction، يعني function مالته مو 100%. أكو طبعا يعني درجات تقلل الكدني الفانكشن مالته بالتدريج، فهنا هو منطيك درجات الفيلر، يعني بالحالات البسيطة نشوف انه كل 8 ساعات ننطي جرعة بسيطة، اذا وصلنا الى مرحلة متقدمة من الكدني فيلر راح ننطي كل 8 الى 12 ساعة، يعني نقلل الجرعة. الحالات المتقدمة جدا من الكدني فيلر راح ننطي الجرعة فقط كل 24 ساعة حتى لن أثر على الجسم، لأنه راح تبقى الأدوية بالجسم ما راح يصير بيها excretion ويصير عندي toxicity. كذلك السيفالوسبورين نفس البنسلين، وكذلك التتراسايكلين نفس الموضوع، نحتاج يصحوا للدوز adjustment، دوز adjustment for the drug في حالات الكدني فيلر. الأدوية اللي أمامها مكتوب ليفر اللي هي excreted by liver نشوف إنه في حالة الكدني أنا أقدر أنطيها 100% بدون adjustment، الكليندامايسين، الإيريثروميسين، الكيتوكونازول هذا أنتي فونجل،
والمترونيدازول هذا الفلاجيل، كلها أقدر أنطيها 100% في حالة الكيدني فيلر، لأنه الإكسكريشن مالته يكون عن طريق الليفر. هنا البريجننسي كاتيجوريز، يعني الأدوية اللي أقدر أنطيها إلى البريجننت وومن، نشوف أنه أغلب الأدوية هي سيف. لما نقول بي كاتيجوري، بي يكون سيف لأنه الكاتيجوري A هو the safest drug، يعني أكثر دواء آمن يطلق عليه كاتيجوري A. زين، من بعده بالسيفتي يجي البي، فما عندنا أي بالأنتيبايتك، عندنا أغلبهن بي وهو ممتاز للحامل، يعني الفعالية مالته والسيفتي مالته عالية جدا تعتبر البي. السي مثل الكلاريثروميسين أحاول أتجنبه، يعني شوف هنا use with caution إنه ما أستخدمه قدر الإمكان، أنا عندي بدائل أستخدمها إلا إذا مضطر، يعني كلش إنه أستخدمه with caution. الفلوكانازول سي اور دي، يعني احاول اتجنبه. زين، سيف هو لما نقول سي اور دي، يس سنجل دوز ريجيمين، انطي سنجل دوز فقط اذا محتاجه بحاله قصوى. النستاتين انتي فانجل ايضا سي، والتتراسايكلين مع الدوكسيسايكلين هذني افويد، يعني دي. ليش؟ لانه شافوا انه تاثر على العظام وأسنان الطفل، تطلع أسنانه صفراء أو ضعيفة، العظام تطلع ضعيفة إذا استخدمت المرأة الحامل فترات طويلة. زين، يعني تركز مع حتى بالرضاعة، حتى أثناء الرضاعة إذا تأخذ التتراسايكلين أو الدوكسيسايكلين ممكن ينتقل عن طريق الميلك إلى الطفل ويسبب لي مشاكل بالأسنان والعظام. شوف هاي ملاحظة حول المترونيدازول، إنه هو سيف في البريجنانسي لكن avoid in breastfeeding may give breast milk an unpleasant taste. طبعا معروف إنه الفلاجي الإنسان لما يأخذه يشعر بمرورة في السلايفة، يصير عنده مرورة، كذلك أيضا الطفل راح يستشعر هذا الطعم الغير مرغوب فيه. هذه محاضرة الانتيبايوتيك، أتمنى يعني تستمعون إلى المحاضرة، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن أي موضوع تتوسعون به فأنا حاضر إن شاء الله. شكرا لكم.